بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكثر من دعاء الفرج، لأن فيه فرجنا من كل هم وغم وضيق. 10 هدايا، 10 عطايا، أولها قضاء جميع حوائجك. إذا أنت قرأت هذا الاسم المبارك 507 مرات لمدة 9 أيام، قبل اليوم 9 إن شاء الله تعالى جميع الحوائج مقضية. ورد عن السيد الزنجاني لرفع الخوف والحيرة والقلق والفقر والغم والهم والحزن والشدة والقرض والحبس وقضاء الحاجة والأمنية وتحقيق المطلب، أن تقول 507 مرات الرحيم في 9 أيام ليلا ونهارا. الله سبحانه وتعالى يكفيك الخوف والحيرة والقلق والفقر والغام والمرض والهام والحزن والشدة والقرض والقرض عفوا والدين يعني والحبس، ويقضي لك جميع حوائجك. 507 مرات الرحيم صباحا، 507 مرات الرحيم مساء، 5 مرات فرها للسبحة، 5 مرات وسريعة، فقط قول الرحيم الرحيم الرحيم، فقط قل الرحيم الرحيم 507 لمدة 9 أيام. في أقل من 9 أيام تجد أن الحوائج مقضية إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.